صباح الخير على الساده المشاهدين الكرام متابعين قناه اكسترا نيوز السي بي سي. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجه مفيده جدا الناس اللي صاحيه متابعانا وبتصحى الصبح بدري عشان تتمرن معانا. النهارده هنتكلم عن حاجه كويسه جدا وهي تمرين الاسترتشات او الاطاله او الاحماء. الناس كتير بتاهمل الموضوع دوت. اغلبيه 3 ارباع الناس بتيجي تصحى او داخله التمرين بيتمرن في جيم او بيتمرن في بيت او في منزل في اي مكان بيبدا اللي هو يخش على التمرين على طول ما بيعملش اي استرتش ما بيعملش اي حاجه وده طبعا بيؤدي الالتهابات في المفاصل كتير هضم عضلي في العضله ما بتبقاش عضله بناءه كويس جدا فده كويس ده كله بيرجع لهدفك انت والبلان اللي انت عايز توصل لها. هبدا زي ما انا كده هبدا زي ما انا واقف كده وهبدا ان انا اعمل استرتش لايدي او نفس الطريقه كده هبدا زي ما انا واقف وابدا اشد ايدي ديت كده ابدا اعد هنا 5 عدات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الناحيه الثانيه هبدا ان انا اشد طراطيف صوابعي كده واخلي ايدي مفروده هعد برده 10 عدات مش هطول قوي في التمرين دوت ده استريتش كده اللي انا بثبت نفسي كده بطريقه كويسه بعمل شد الاوتار بتاع الجسم بطريقه كويسه زي ما انا كده التمرين ده ممكن اعمله اثبت فيه تايم او عدد ممكن اثبت فيه دقيقه او دقيقتين او اللي انا اشتغل عدد. في تمرين تاني كويس جدا ان انا افرد ايدي واجيب ايدي الناحيه التانية كده وابدا اعمل شد لايدي كده من الناحيه التانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الناحية التانية نفس الكلام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تالت حاجة ممكن نعملها خلينا الاسترتشات بتتعمل كام عدة او بالتايم على حسب البلان بتاعتك او على حسب البروجرام اللي انت ماشي عليه. ممكن اعملها مثلا 3 في 30 عدة اعد كده عدد زي ما انا كنت بعد او ممكن اعمل تايم اشتغل على تايم كويس وانا شغال. في تمرين تاني هبدا ارفع ايدي ورا دماغي كده وهبدا اشد نفسي كده اشد طراطيف صوابعي او منكوعي زي ما الكوتش عامله كده الكوتش رامضه بالظبط 1 2 3 4 5. الناحية التانية 1 2 3 4 5. التمرين ده هعمله تايم زي ما اتفقنا اخد نفس وانا بتمرن اخد اكسجين واطلع ثاني اكسيد الكربون. الاسترتشات اللور مهمه جدا 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 وهتفرق معانا في بناء العضلات هيخلي العضله تاخد راحتها هتعمل لها ريكفري بعد كده بطريقه اسهل بتبقى مهيئه للتمرين وقت اطول بتاخد وقت اطول في التمرين ما بتخشش التمرين تلاقي نفسك تعبت. في استرتشات طبعا كتير بس احنا بنحاول نلخص عليكم. نفس التمرين اللي احنا عملناه في الاول ده ممكن اعمله برده واخلي ايدي لتحت بقى مش دافع اخليها لتحت كده يمين وشمال ده ممكن اعمله. ممكن استرتشات اللور اللي ممكن اعملها لو في مكان عام في شغلك ومش هتعرف تقعد على الارض حتى او اي حاجه ممكن اعمله زي ما انا واقف كده انا والكوتش رامض زي ما احنا واقفين وهبدا ان انا افرد رجلي وانزل المس ترطيف صوابعي تحت واعد 10 عدات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. التمرين ده هعمله تايم زي ما اتفقنا هركز في حوار النفس كويس جدا. في تمرين تاني هعمله زي ما انا واقف هلف نفسي كده زي ما انا واقف وهفتح رجلي كده بنفس الكلام وهنزل بربتي كده واثبت تحت شويه كده زي ما احنا عاملين كده بالظبط على الكف الرامضه 1 2 3 4 5. ده هعمله يمين وشمال هعمل نفس الكلام ده الناحيه الثانيه واذهب برده 30 عده او تايم وممكن اعمل ستريتش كل الناحيه لوحديها افتح رجلي للاخر وهنزل الجنب دوت زي ما انا كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الناحيه الثانيه نفس الكلام اعد 10 عدات برده 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10. ممكن اخلي رجلي زي ما هي كده، تمرين كويس تاني اعمله زي ما انا كده، وهبدا انزل ايدي في بعضيها كده وابدا انزل لتحت كده، اعمل ستريتش بسيط لجوه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. التمرين ده هعمله 3 في 30 عدة، او اعمل تايم زي ما اتفقنا. نركز في الاسترتشات وعمليات الاحماء دي، مهمة جدا في التمارين، هتساعدنا ان احنا نبني عضلات بشكل افضل، والريكفري عمليه الريكفري بعد التمرين هتتعمل بشكل احسن. بعد ما اخلص التمرين اعمل ستريتش. في ناس كتير بتخلص التمرين وتقول لك جسمي تعبني، بيبقى فاكر اللي هو من التمرين، لا انت عشان ما عملتش تسخين قبل التمرين كويس، او ما عملتش اطاله، ما عملتش بعد التمرين ستريتشات كويس، عشان كده جسمك بيتعبك. في فرق بين التعب البدني والتعب العضلي. لما العضله هي اللي بتتعبك، وده اصلا ما بيظهرش في نفس الوقت، ده بيظهر بعد عمليه الريكفري، بتبدا تحس بالم العضله، لكن الالم اللي بعد التمرين ده اللي هيلاعب غلط، لا اما عملتش استرتشات او ما سخنتش كويس، فده وارد. ناس كتير بتحس ان هم مهملين عمليه الاسترتشات او الاحماء. فركز في اللي عملناه النهارده، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا كل متابعين قناه القصه نيوز، وان شاء الله حلقات قادمه افضل. كان معاكم كوتش تايجر وكابتن رامبر.